هنحتاج كوبايتين من الدقيق ده عشان نعمل الكيك بقى. كوبايتين دقيق منخول، وعندنا كوبايه سكر. هنحتاج 5 بيضات، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الفانيليا السايله. هحتاج كمان نص كوبايه زيت، ونص كوبايه حليب، معلقه كبيره من الخل، ورشه ملح بسيطه جدا. دي مقادير الكيك علشان تطلع لا هي كيك اسفنجي خالص ولا هي كيك عادي، تطلع معاكي كده كيك ما بين البنين، بتبقى لذيذه جدا في الوصفه بتاعتنا النهارده. طيب نسقي بقى الكيك بايه؟ نسقي الكيك ب3 كوبايات من اللبن او الحليب يعني، معاه كوبايه كريمه، ولو ما فيش كريمه مش مشكله، هنخلي ال3 كوبايات 4 كوبايات لبن، وازود بس عليهم معلقتين لبن باودر. تمام، هحط لهم معلقه كبيره ونص من السكر، تمام، وذره فانيليا صغيره عشان يدي طعم بس ايه للبن واحنا بنسقي بيه الكيك. طيب عندنا بقى الصوص اللي هو اشبه ما يكون بصوص الشوكولاته البيضاء، هيكون عباره عن 3 كوبايات من الحليب، كوبايه من كريمه الخفق اللي هي كريم شانتيه يعني، يمشي ده ويمشي ده. عندي كمان معلقه كبيره ونص من السكر، ومعلقه صغيره فانيليا سايله. لا احنا قلنا لا معلش تاني الصوص سوري انا قلت غلط. الصوص كوبايه حليب، كوبايه سكر، كوبايه لبن باودر، وباكت كريم شانتيه باودر، ونص كوبايه من الزيت. اما الوش بقى فهنحتاج حوالي كده ايه كوبايه من صوص الكراميل التقيل اللي معمول بدون كريمه، يعني بحط كوبايه ونص سكر على النار معاهم 1/4 كوبايه ميه، ولما يتكرمل وياخد لون حلو ذهبي غامق معانا كده، ببتدي احط حوالي كوبايه الا ربع من الميه، واسيبه يغلي على النار. وبعد ما يغلي كويس وخلاص السكر يدوب كده في الميه، ببتدي ان انا احط معلقتين من الزبده واسيبه يبرد، بيطلع معاكي تحفه جدا جدا ولونه هايل. طيب بينا نشتغل بقى في الكيك الاول. القالب اللي هنشتغل فيه الكيك فين يا جماعه؟ معلش هبتدي اخد ال5 بيضات ومعاهم معلقه صغيره من الفانيليا، هبتدي اضربهم كويس. البيض كده مع الفانيليا وخلاص يفك معاها خالص، ببتدي احط السكر، وهنا نضرب بقى حبه حلوين. طبعا هنا كل ما ضربنا اكتر كل ما حصلنا على كيك هش اكتر، مسامي اكتر، فيتشرب معايا اللبن لما اجي اسقيه، فضروري جدا نضرب البيض مع السكر كويس قوي قوي، لغايه ما تلاحظي كده ان كل ما بتضربي اكتر القوام بيتقل اكتر، اللون بيفتحها اكتر، وده اللي احنا عايزينه. فانا هضرب شويه وبعد كده هنزل الزيت، وبعد كده اللبن، واخيرا الخل، تمام، وذره الملح. يلا نكمل. زي ما انتم شايفين كده انا بنزل الزيت سرسوب رفيع وانا شغاله، وبضرب وضرب مستمر، والزيت نازل سرسوب رفيع وانا شغاله.
هايل هايل جدا جدا. حطينا كمان معلقه الخل، فاضل ان انا احط كده يعني ما بين صباعين شويه ملح صغننين جدا، والملح لازم لازم يكون ناعم تماما. حطيناه، فاضل معايا من المقادير الدقيق والبيكنج باودر، وانا نخلاهم بس لازم نعيد تاني نخلهم. بندخل هوا كده في الدقيق، وبالتالي بيخلي برضو الكيك معانا هشه قدر الاستطاعه. تمام، خطوات بسيطه بس صدقوني بتفرق جدا. فننزل بقى الدقيق كده ومعايا البيكنج باودر، وبكده اكون ضفت كل مكونات الكيك. الكيك على درجه حراره 180 وعرف في الوسطاني. تمام، وطبعا الفرن شغال من اول ما قلنا يا كيك. تمام، وانا بحضر مقادير الكيك كده، ولعت الفرن وجهزت القالب علشان ادخل فيه. يلا بينا بقى نعمل يلا الكريمه او الصوص اللي هنحطه فوق الكيك. هحط كده عندي لبن باودر. تمام، واللبن نحط اللبن البودر والكريم شانتيه، حط كمان السكر، وابتدي اضربهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. لما اتاكد ان السكر خلاص داب، هبتدي ان انا شايفين الغطا ده، وانا شغاله هفتحه عشان احط الزيت. تمام، فهرجع تاني اشغل. انا في البيت عندي وقت، فبدخله بقى التلاجه، يعني انا بعمله بعد الكيك وادخله التلاجه عشان يجمد ويمسك كده معانا، عشان اعرف ان انا افرده بكل سهوله ما يبقاش سايل. تمام، بس بما اننا هنشتغل على طول بقى، فالله المستعان. ده شكل الكريمه او صوص الشوكولاته الابيض، بصوا كده معايا حلو قوي. بس هو زي ما قلت لكم محتاج ان هو يتحط في التلاجه شويه عشان يتماسك ويديني بقى القوام اللي انا ايه عايزاه او اللي المفروض. طب بقول لكم ايه، ولا ما عندناش وقت؟ خلاص تمام، تعالوا بينا بقى بعد ما الكيك تطلع من الفرن نعمل ايه. ادي الكيك وادي الستكس بتاعه الشيش، هبتدي اخرمها انا كده، بدلها ايه فتحات يدخل عن طريقها اللبن اللي احنا هنحطه دلوقتي. فتعالوا بينا بقى نقلب، نحط اللبن والكريم على بعض، ونحط السكر، ونحط الفانيليا، وقلبهم ودوب بالسكر بقى. هنا اللبن بارد والكيكه كمان بارده، لاني لو حطيت منهم حاجه سخنه الكيك ممكن تعجن معانا. تمام، فضروري كده يكونوا الاثنين باردين، وخاصه الكيك بالذات تكون بارده تماما علشان تتشرب كده وتفضل محتفظه بقوامها ما تعجنش مننا. ده الصوص بتاعنا اهو، هبتدي كده ان انا افرده بعد ما الكيكه اتشربت بقى ما شاء الله اللهم بارك من اللبن، وبقت غنيه وطريه. بصوا بقى، علشان احنا المفروض زي ما قلت لكم ان الكريمه اللي احنا عملناها دي تكون معموله ومحطوطه في التلاجه، فتكون جامده ومتماسكه بحيث ان انا افردها فتتفرد وتبقى ثابته واعرف افرد فوقيها صوص الكراميل. بس بما انها سايله بقى واحنا لازم نخلص عشان نختم، فانا اديت لها التشكيل ده
تمام، وهتطلع معاكو خطيرة برضو، هي نفس الطعم مفيش أي تغيير خالص، ما شاء الله تحفة. عايزة أقول لكم بقى الكيك غنية بشكل ككيك سادة خالص، غنية ولذيذة، وكمان اتساقت بقى بكمية اللبن اللي احنا حطيناها مع الفانيليا والسكر، مش قادرة أقول لكم بتبقى الكيك طرية وحلوة قد إيه. وادي كمان صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه، الشوكولاته البيضه اللي احنا عملناه مع صوص الكراميل، هيخلوا الطعم بقى بجد حكايه. نحاول بس ايه نديها تشكيل كده بسيط، لازم نتصرف كده عشان ايه. عملنا الشكل اللي فوق ده ماربل كده، شكله خطير.